السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رؤية الحبة السوداء في المنام، لا شك أن الحبة السوداء ذكر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنها شفاء إلا السام، وأهل الذين فيهم أذى من جن من عين وسحر ومس يستعملونه للتخلص من هذه الأمراض. فإذا رأى الإنسان الحبة السوداء معناته أنه يصاب بصحة وعافية في جسمه وبدنه. فأيضا إذا رآه أنه يستعمله فمعناته يحتاج أن يستعملها للتخلص من أذى من جن، إن كان عين أو سحر أو مس، والله تعالى أعلم.